اقتربت العودة للمدارس، ومعها تشهد الفعاليات حركة نشطة في ظل باقة من العروض والأنشطة الثقافية، حيث يأتي معرض ملتقى الكتاب الذي تقيمه جمعية الشارقة التعاونية في مركز الرحمانية التجاري ضمن فعالية العودة للمدارس بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع، والذي يستمر حتى 4 سبتمبر. طبعاً ضمن دورها المجتمعي تنظم تعاونية الشارقة ملتقى الكتاب، هذه الفعالية التي تستمر حتى 4 سبتمبر هنا في مركز الرحمانية التجارية التابع لتعاونية الشارقة. طبعاً ضمن هذا الملتقى نوفر أكثر من 5000 عنوان مختلف بلغات مختلفة، باللغة العربية والإنجليزية والمليالم. طبعاً يهدف هذا الملتقى لتوعية المجتمع وأيضاً دفع عجلة الثقافة هنا في إمارة الشارقة وفي مركز الرحمانية التجاري بالذات. يأتي ملتقى الكتاب وسط إقبال جماهيري منظم لاقتناء الكتب المفيدة بأسعار مناسبة ووفق أعلى الممارسات العالمية، فقد يحتوي المعرض على كتب قيمة ضمن مجالات متنوعة في ظل وجود عناوين متعددة تتنوع بين التاريخ والثقافة بهدف تشجيع الطلبة على اتخاذ الكتاب كصديق لإثراء المخزون الثقافي. طبعاً الإقبال على هذا الملتقى يزداد يوم بعد يوم. طبعاً هنعرف بهذا الملتقى كونه أول ملتقى تقوم به تعاونية الشارقة للكتاب في مركز الرحمانية التجاري هذه السنة ضمن عروض العودة إلى المدارس. طبعاً هذا الملتقى يشهد عدد كبير من الزوار وخاصة في الفترة المسائية في مركز الرحمانية التجاري. تميزت الأنشطة المقدمة للعودة للمدارس بالتنوع الكبير من حيث أهدافها التي حملت الطابع الترفيهي والثقافي، حيث تسعى تعاونية الشارقة بأن تكون مركزاً جاذباً للشباب من مختلف المراحل العمرية.